تحية لكم أينما كنتم في مستهل حلقة جديدة من الصحافة اليوم، نستعرض فيها أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية والدولية عن الشأن اليمني. طبعا قبل أن أبدأ تفاصيل هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الصحفي والإعلامي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة محمد الشجاع. مرحبا بك. أهلا وسهلا. وسيكون معي عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور محمد أو معمر عفوا معمر البداي. قبل هذا وذاك أذهب إلى تفاصيل أو عناوين الصحافة المحلية من وكالة خبر التي عنوانتها التالي: نقابة عمال البلديات بأمانة العاصمة تمهل عباد أسبوعا لتنفيذ مطالبها وتهدد بالإضراب الشامل. ترامب يعتزم تعيين سفير جديد في اليمن خلفا لتولير. المقاومة المشتركة تواصل تمشيط مزارع النخيل في بيت الفقيه وتغنم أسلحة تابعة للميليشيا. الحوثيون ينهبون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالعاصمة صنعاء. استمرار خطباء الحوثي في استغلال مساجد العاصمة للتحشيد والتبرع للميليشيا. مجلس الأمن يعقد جلسة استثنائية حول اليمن. وكالة الثاني من ديسمبر: مكاتب الأمم المتحدة تمكن الميليشيات الحوثية من نهب وبيع المساعدات المخصصة لسكان الحديدة. لصوصية الحوثي بصنعاء تحرم المعلمين مساعدات مالية من اليونيسف. إقصاء كوادر وتعيينات سلالية تضع مسارا أو مسمارا آخر في نعش الصحة المختطفة. موقع نيوز يمن: توهان عام وتراشق علني، ضربات قوات المقاومة في الحديدة تربك ميليشيا الحوثي في صنعاء. باحث يحذر من دخول الاقتصاد اليمني مرحلة التضخم الجامح إذا لم يتوقف انهيار العملة. التعاون الخليجي يؤكد دعم اليمن سياسيا وإنسانيا وإعادة الإعمار. حراس الجمهورية يمشطون 7 كيلومتر من مزارع النخيل جنوب بيت الفقيه بالحديدة. الأمم المتحدة: خسرنا الحرب ضد المجاعة في اليمن. صحيفة الأيام: غوتيريس: الأمم المتحدة تتطلع لدعوة الانتقال للمشاورات. الجفري: الأقاليم مرفوضة في الشمال قبل الجنوب. الزبيدي: الحوار مع من لا يسيطر على الأرض يشبه الدوران في حلقة مفرغة. من الصحافة المحلية اخترنا لكم أيضا مقالا للصحفي والإعلامي إسماعيل القاضي، حمل عنوان 21 سبتمبر نكبة شعب ونكبة جمهورية، وفيه: لا يمر هذا التاريخ على اليمنيين دون وصف بأقذع الصفات وأشنع الكلمات، وكأنه يوم شؤم حل بالجمهورية اليمنية، دولة الديمقراطية والعدالة التي لطالما تغنى بها اليمنيون بعد أن لاحت انفراجة تسوية سياسية بين الفرقاء السياسيين بعد عام 2011. فجاء هذا اليوم ونسف دولة ومؤسسات عرض الحائط، مستغلا غياب الاستقلالية في القرار في حكومة هادي للتصدي لهذا المشروع الكهنوتي. لقد تمادى صانعون في تحطيم دولة الجمهورية والديمقراطية الرصينة التي ظل صانعوها لسنوات لتأسيسها، دولة بكيانها المؤسساتي عصفت بها جماعة مارقة في العبث والفوضى وهدر المال والموارد العامة. نكبة حلت بالجمهورية اليمنية كدولة نامية إلى دولة فاشلة، وكشعب واع إلى جماعة تعيش عصر الانحطاط والعصر الحجري. شرد الحوثي قيادة الجيش ثم الذين يرونهم من الذين يرفضون مشروعه الإمامي. لقد استفز بمشروعه حليفه الصالح علي عبد الله الصالح، فأعلن الأخير موقفه صراحة في 2 من ديسمبر بثورة شعبية عارمة ضد الكهنوت، ودفع بنفسه شهيدا ثمنا للجمهورية. لقد سقط منذ نكبة الشعب والجمهورية 48,353 حسب الحكومة اليمنية بين قتيل وجريح من المدنيين، التي لولا هذا اليوم المشؤوم لما قتلوا ولما سفكت دماء. وبمناسبة هذا اليوم عزم الشعب والتحالف على وضع حد لهذه النكبة اليمنية، ويجب تحرير الحديدة من هذه العصابة. وتداعت القوات المشتركة والتحالف منذ أيام لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير المدينة من ميليشيات الحوثي الإرهابية. فدخول القوات المشتركة إلى الحديدة ومينائها الاستراتيجي يحد من قوات الحوثي باستخدام الميناء والشريط الساحلي لتمويله العسكري والتهريب إليه. سيدخل الأبطال فاتحين للمدينة ومنها إلى صنعاء، وسترد الحقوق وتعود الممتلكات، وسيحاكم كل عميل خائن كهنوت، وسيوضع حدا لتلك الشرذمة إلى مزبلة التاريخ. من الصحافة المحلية أنتقل بكم من الصحافة العربية والدولية، أبدأها من الموقع الرسمي للأمم المتحدة والذي عنوانه التالي: منسق الإغاثة الطارئة: إننا نخسر الحرب ضد المجاعة في اليمن. وكالة إيرم الأخبارية:
نكبة اليمن 21 سبتمبر، هكذا تفاعل اليمنيون مع ذكرى انقلاب الحوثيين على الشرعية. الأمم المتحدة خسرنا معركة مواجهة الجوع في اليمن. وكالة العين الأخبارية: اليمن يفضح إرهاب الحوثي في جنيف، مقتل 1530 طفلا بالتجنيد الإجباري. موقع فرنسا 24 الفضائية: مدارس تعيد فتح أبوابها لاستقبال أطفال يصرون على تحقيق أحلامهم. صحيفة CNN عربية: سفير السعودية في اليمن يتحدث عن بدايات انقلاب الحوثي. إذن أبدأ معك الدكتور محمد البداية، المحلل السياسي، مرحبا بك في يعني في استضافة جديدة في برنامج الصحافة. دكتور معمر تسمعني؟ أهلا وسهلا، تفضل أخي العزيز، حياك الله. أحييك. لم يخدع اليمنيون من قبل مثل ما خدع الكاهن الحوثي الشعب اليمني في 21 من سبتمبر 2014 تحت مسمى إسقاط الجرعة والحكومة الوفاق حينها، ثم دخلت اليمن في المنعطف الخطير الذي أثبتت ثمنه الباهظ حتى اليوم. تعليقك على يوم النكبة لهذا الشعب اليمني، وكيف سيتم تجاوز هذه المرحلة الأكثر والأشد تعقيدا في تاريخ اليمن؟ أخي فارس، شكرا على اتصالكم، واسمح لنا أتقدم بالشكر لكم ولجناة اليمن اليوم ولكل المتابعين وضيفك الكريم. نعم. وفي هذه المناسبة الأليمة على شعبنا اليمني، أحب أن أعبر فيها بأنها ليست كما يدعون صورة، هي نكبة على الشعب اليمني، نكبة على الجمهورية اليمنية، نكبة على الأمن والاستقرار، نكبة على الديمقراطية، نكبة على رواتب الموظفين. نعم. هذه ما حدث في 21 سبتمبر ليس وليدة اللحظة، ولم تكن ذات مولد جديد، بل هي مخطط لها من بعد ثورة 26 سبتمبر. أراد الكانوتيين أن يظهرون بثورة الجمهورية حتى يتمكنوا، وبالفعل تمكنوا في 21 سبتمبر بالانقلاب على الجمهورية وعلى كل الأطراف اليمنية الديمقراطية. وللأسف هذا ما حدث نتيجة تفرد اليمنيين وصراعاتهم فيما بينهم البين. نعم. وبالذات أقطاب الديمقراطية وأقطاب الجمهورية، الحزب المؤتمر والإصلاح، الذي كنا نتمنى منهم أن يكونوا ذات يد واحدة وصف واحد من أجل إنقاذ اليمن، ولكن خلافاتهم ما هي ما خدمت الحوثي، ولا زالوا للأسف لا حد الآن لم يرتعبوا من هذا التجارب. نعم. نكبة 21 سبتمبر للأسف أضرت بالشعب اليمني بكل أطرافه، لم تختار حزبا معينا، بل اختارت كل أبناء اليمن من أقصاه إلى أقصاه. انعدمت الرواتب، انعدم البترول، انعدم الغاز، انعدم الأمن والاستقرار. حصل ما هو أكثر من ذلك، والذي يريد مننا إلى حوالي لا يقل عن 10 إلى 20 سنة لإعادته، وهو النسيج الاجتماعي للأسف تأثر بشكل كبير، وأصبح هناك تميز عنصري سلالي، وهذا هو أكبر مصيبة، هي أكثر مما نتضرر منه من الرواتب وما إلى ذلك. هذا هو الأهم الشرخ الكبير الذي يحتاج إلى جهد كل يمين لإعادة هذا النسيج الاجتماعي التي أضرت به نكبة 21 سبتمبر. وللأسف هذه النكبة هي ذات أبعاد داخلية وأبعاد خارجية. الداخلية هو صراع ما بين الجمهورية والكهنوتية، ويجب أن نفهم هذا، أن الصراع في اليمن الداخلي هو صراع بين الكهنوتيين السلاليين وبين الجمهوريين. نعم. وصراع خارجي ذات أقاليم وذات أطراف دولية لمصالحها، وما يحدث في الحديدة هو نتيجة الصراع الدولي للأسف الذي مصر على أن تظل الأمور كما هي عليه لأغراض وأهداف استراتيجية تخصهم ولا تخص اليمنيين ولا يعنيهم ما يعنيها اليمنيين. نعم. للأسف. نعم. أرجو أن تبقى معي دكتور، سأذهب إلى ضيفي أيضا عبر الأقمار الصناعية أستاذ محمد الشجاع. برأيك يعني لا يوجد، دعنا نتحدث بصراحة، لا يوجد حتى 1% إيجابي لما يسميها الحوثي بثورته 21 من سبتمبر، جميعها 1000% سلبية. الوحيد المشروع الذي افتتحه آلاف المقابر، آلاف الشباب زق بهم في حربه العبثية، آلاف القتلى، آلاف الجرحى، الفقر، الجوع، المرض. بماذا يحتفل الحوثي وعلى ماذا يراهن في يوم النكبة؟ مساء الخير عليك وعلى متابعينا اليمن اليوم. أخي العزيز، حتى الواحد في المئة لا يوجد، يعني أعتقد الأخبار الواردة من الأمم المتحدة، من الصحف، من المواقع الأخبارية، من الأرض، من كل مكان، من الشعب، كل يوم يعبر بطريقة أو بأخرى. لا يوجد أي خبر سار، وما قرأته في الصحافة يعني دليل على ذلك. كل يوم نسمع مآسي جديدة، كل يوم قتل، كل يوم تشريد، كل يوم حصار. الحوثي حول البلد إلى زريبة، حول الناس يعني ضحايا، كل يوم قتل، تشريد، طوابير البترول، طوابير الغاز المنزلي، هذه كلها كوارث إنسانية. أسقطت دولة بكل أركانها،
بكل معانيها، يعني لم يدع شيئا إلا وأتى عليه. فبأي شيء يحتفل هذه، بإمكاننا أن نحتفل بهذه النكبة؟ أي عيد وأي يوم؟ يعني هؤلاء ظهروا على حقيقتهم بالأمس ورفعوا الرايات الحمراء، أطلعونا على مشروعهم الحقيقي. هؤلاء ليس لهم مستقبل سياسي في اليمن. الجغرافية هذه الشاسعة التي ظلت لسنوات موحدة، النسيج الاجتماعي موحد، أتوا وقضوا على كل شيء جميل، لم يحترموا مسن، لم يحترموا طفل، لم يحترموا أي دائرة حكومية، لم يحترموا حتى مشاريع الديمقراطية الموجودة، لم يحترموا مؤسسة مجلس النواب، أتوا على كل شيء. بأي شيء نحتفل بالله عليك؟ طيب أستاذ محمد، أمام هذا الفساد المزري، يعني هل أصبح الشعب اليمني أو بسطاء الناس يدركون خطر هذه الميليشيا والكاهن عبد الملك الحوثي الذي يعني ما زال يتبختر ويتحدث بكل شجاعة أنه استطاع أن يحقق مشروع لليمن، وأنه يحارب العالم، وأنه لديه مشروع لتحرير القدس وبلاد ما وراء الحدود اليمنية؟ بكل تأكيد، الناس كل يوم أنا أسمع مقاطع فيديو وأخبار من الشارع، ناس بسطاء في القرى والأرياف في المدن يعبرون عن آرائهم بطريقة أو بأخرى. البعض يتعرض لهم الحوثي، والبعض في مناطق بعيدة عنهم. أعتقد الاحتفال والخطابات التي يقيمها عبد الملك الحوثي هي احتفالات هزيلة وخطابات هزيلة، يحاول أن يوهم أنصاره بأنه لا زال قوي. حتى الاحتفال بالأمس وخروجهم بالرايات البيضاء، أخي الكريم، الشعب اليمني 30 مليون، كل الناس يتوقفون عند هذه النقطة. لا يمكن أن نحصر الشعب اليمني في شارع المطار أو في شارع باب اليمن أو في التحرير. الحوثي يسقط كل يوم، هو يحاول أن يراوغ، يحاول أن يوهم أصحابه أو الذين يتبعونه بأنه لا زال قويا. الجبهات تحاصره من كل مكان، في الحديدة وفي نهم وفي صعدة. ماذا تبقى له إلا أن يلقي خطابات ويحاول يوهم أصحابه، ويذهب بالأطفال إلى المعارك. أيضا الألغام التي تزرع في كل مكان دليل على أن هذه الجماعة تسقط كل يوم أمام قوة الجيش. الشعب مستيقظ تماما، لكنه بقوة السلاح يخاف أن يخرج في هذه اللحظة. نعم، أعود لك دكتور معمر. اليوم يتباهى الحوثي بأن العاصمة صنعاء أصبحت عاصمة إثنعشرية طائفية شيعية، ويتباهى أمام العالم أنه استطاع أن ينفذ مشروع طهران في المنطقة. كيف، ما الذي سيقبل عليه اليمنيين؟ كيف سيكون القادم؟ ما الذي يمكن على دول الجوار تحمل المزيد من هذا الخطر الذي ربما يجتاح الجزيرة، يعني إذا لم يتم تلافيه هذا الخطر القادم؟ أخي العزيز، من حقه أن يتباهى، وهذه هي الحقيقة، وأختلف مع ضيفك الكريم، فإن الحشود هزيلة وإن موقفهم ضعيف. أنا أؤكد لك بأنه الحشود ليست ضعيفة، الحشود قوية، وقد استطاع أن يجمع الناس سواء بالتهديد أو بالترغيب أو بالتعصب الطائفي والمذهبي. هذه حادثة ونحن نحذر من ذلك، وكما حذرنا في 2011 أن الحوثي هو القادم وأن الخلافة سوف تخدم، وكانوا من أن يرد علينا بأن هذا كلام فاضي وهؤلاء مجرد سكان كهوف لا يمكن أن يوصلوا حرب، وهذا ما حصل. ولا أن نحذر، الحوثي ليس ضعيف، الحشود ليست قليلة، يجب أن نعرف حجم عدونا، يجب أن نعرف قوته حتى نعرف كيف نتعامل معه. نعم. الحوثي ليس لحاله، الحوثي يلعب بأطراف دولية تدعمه في ذلك، من أمريكا إلى إيران إلى غيرها، ليس من أجل اليمن بل للجزيرة العربية بأكملها. وإذا نجح باليمن، وهو إلى الآن إلى حد الآن للأسف بدأ يعني يشكل خطر في المنطقة، سوف ينجح دول الجزيرة العربية والمحيطة بشكل عام، وهذا ما يحدث، ويجب على الجميع أن يتنبه لذلك. نعم. اللي حادث الآن أنه إذا كان فعلا الحديث زي ما حصل اليوم، أنه يجب أن الأمة العربية وجيراننا أن يوقفوا إلى جانب كل القوى اليمنية، وأن يضغطوا على القوى التي لا زالت مختلفة لأغراض أخرى، بأن نكون صفا واحدا. يجب على الأخوة العرب أن يكونوا يدا واحدة مع اليمنيين، وأن يجمعوهم على طاولة واحدة في مشروع واحد، وهو مشروع الجمهورية اليمنية لإنجاز اليمن من هذا المشروع الطائفي. أيضا لحماية أوطانهم، فإن إذا انتصروا في اليمن سوف يدخلون إلى الجزيرة العربية بأكملها، وهذا شيء لا بد منه، كما حدث في العراق وانتشر ووصل إلى اليمن وسوريا، سوف يصل إلى باقي الدول العربية الذي نكون حاضرين في ذلك. نعم. ونقل الصراع إلى العمق الإيراني هو الوسيلة الوحيدة، وما حدث اليوم في إيران هو هذا بداية الصراع الحقيقي. يجب على الأمة العربية أن تنقل الصراع من بلادها إلى عمق إيران، حتى تعرف إيران أن استطاعت الدول العربية أن تنقل الصراع إليها. هنا سوف ترفع إيران يدها
من البلاد العربية. نعم. لأنه إذا تركوا لإيران تمد يدها في كل مكان تجد لها بعض الأجناب بعض الطوائف في أي دولة عربية وترشفها فهي بتتصرف في بلد غير بلدها. فإذا انتقل الصراع إلى بلدها سوف تحس بذلك وتعمل حساب لذلك ويكون هناك حتى مطالبات لإيجاد مثل هذه التدخلات. نعم. طيب دكتور معمر بعد... أما الشعب اليمني نعم. أما الشعب اليمني بدون 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 شك كله وأغلبه لا 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 يقبل بذلك. ومن هو ساكت في داخل المناطق ذا هو غصبا عنه وأنا أؤكد أنه غصبا حتى من يقاتل منهم هو مغصوب وليس على ذلك راضي. طيب دكتور معمر دعنا أيضا نعود إلى الوراء إلى 2014 إلى يوم النكبة تحديدا التي بدأت بجرعة ثم ولاية ثم 12 أعلنت يعني على الملأ ورفعت أعلام الشيعة 12 والجعفرية وغيرها من الأفكار الدخيلة على بلدنا. أين كنا نظن على أنه ستأخذ الغيرة القيادات السياسية والحزاب السياسية التي ذكرتها وسيكون لها موقف وطني موحد لأنه أصبح الخطر لا يمكن أن يحتمل. ما الذي يمنع من توحيد الصف في هذه الأحزاب وأنه حان الوقت لإصدار البيانات للتنديد باستمرار هذه الميليشيا للحشد العسكري للحشد الإعلامي لحل يعني أقل شيء اتفاق على مشروع إنقاذ البلد؟ أتمنى من هذه القيادات رغم أنه للأسف في هناك قيادات كثيرة لا أثق فيها بصراحة لأنه أصلح الصراع بينها صراع شخصي مع صراع أخرى وكذلك أن يدها ليست في النار هي الآن في الخارج هي بعيد من الصراع. نعم. الصراع لو كانت هذه القيادة في وسط البلد في وسط النار لا وجدوا الحلول لكن للأسف لما تكون القيادة بعيدة عن الصراع بعيدة عن الميدان فهي لا تهمها هي تحت المكيف. نعم. هي تأكل وتشرب كما تحب وترضى أولادها في المدارس وفي الجامعات كما تحب. نتمنى من القيادة أن تحس بهذا الحس الوطني أو على الأقل قواعد كل الأحزاب أن يكون لها رأي ضد قياداتها أن تكون يجد الآن ليس وقت الخلاف ليس وقت الاختلافات الشخصية ليس مناقشة الماضي ليس الآن وقت ما كان السبب. دعوا هذا للتاريخ والأجيال القادمة سوف تعرف من كان السبب وماذا كان دور. الآن يجب أن نحط أيدينا في مع بعض والذي مش قادر الأفضل هو أن ينسحب ويترك غير يقود المرحلة. نعم. سواء على مستوى الحزبي على مستوى الجماعات على مستوى القيادة في أي كان. نعم. الوقت حرج الوقت حرج إن لم يكن يد واحدة فسوف يضيع الوطن إلى الأبد. نعم أرجو أن تبقى معي دكتور. أعود لك يا أستاذ محمد ذكر الدكتور مهم يعني ربما نقطة مهمة وهي مسألة القيادات التي لا تزال تتماطل في قضية الوطن وتحدث البعض منهم لا يهمهم الوطن بقدر ما تهمهم مصالحهم مع الأسف في فنادق وفي منتزهات وخارج الحدود اليمنية يعيشون في راحة وأبنائهم يدرسون في أفضل المدارس وبالتالي إلى متى سيظلون خارج الحدود؟ هل هو المشروع هذا الذي ينظر منهم الشعب اليمني لأن يتوحدوا وأن يعني يستعجلوا بإنقاذ البلد في مشروع شامل الكامل وأن يعودوا إلى شرعية الصندوق ومن حكمنا عبر شرعية الصندوق يتفضل؟ اسمح لي بس أضيف نقطة على الدكتور. أنا لم أقلل من جماعة الحوثي على الإطلاق لكن أنا أقيس اليوم العاصمة صنعاء فيها من 3 إلى 5 مليون مواطن والذين خرجوا إلى الشوارع بإمكاننا أن نحصرهم ونعدهم. هو اتفق معي خالفني وبعدين اتفق معي في جانب في نهاية الكلام. نعم. على العموم الحوثي أضيف نقطة أخرى أيضا الحوثي لا يمكن أن ينعم بالسلام والديمقراطية إلا في عهد صالح في عهد عبد الله صالح ونظام المؤتمر ونظامه والحزب المؤتمر الشعبي العام أعطاه فرصة لأن يكون حزبا سياسيا أو تيارا سياسيا لكنه رفض وأصر إلا أن يغتال شريكه في الحكم والنهاية والمعطيات على الأرض تقول ذلك أن الحوثي لم يعد ضعيفا بعد 4 سنوات فهو يجند الأطفال لم يعد قويا عفوا فهو يجند الأطفال يزرع الألغام. نعم. محاصر من كل مكان. نعم. أما بالنسبة للقيادة أعتقد القيادة عملها سلبي جدا لم تقدم أي شيء هناك قيادة خفية ومن الهاشميين بالذات أنا أعتقد أن القيادة الهاشمية الموجودة في الخارج أو في الداخل الصامتة حتى اللحظة لماذا لا تنبذ هذه الفئة لماذا لا تجرم أعمالها لماذا لا تقف في وجهها من أجل أن تحاول على ما تبقى من نسيج اجتماعي. الحوثي الآن ورط المناطق الزيدية أو المذهب الزيدي ورط الهاشميين الجمهوريين والذين يرفضون مشروعه الحوثي إذا لم ولكن أستاذ محمد كشف نفسه في الأخير يعني هو ذراع من أذرع إيران في المنطقة تجاوز حتى مسألة المذهب الزيدي والمذهب الزيدي بريء من الحوثي وفكره الدخيل حقيقة ولهذا أنا أقول لك هو ورط المذهب الزيدي بشكل عام وورط المشايخ والجهات قبلية وجهات إذا لم يقفوا في فوقه وبالذات الشخصيات المحسوبة على الهاشميين إذا لم يقفوا في وجه هذا الطاغية هذه الجماعة الكهنوتية ويقولون كلمة حق من أجل أن يلملموا ما تبقى من الدولة من أجل أن يعيد النسيج الاجتماعي
فإن المستقبل مستقبل غامض، مستقبل محفوف بالتدمير والخطر. نعم. هذه جماعة لا تؤمن بأحد على الإطلاق، حتى من الهاشميين الذين يرفضونها. تم تصفيات كثير من القيادات قبل فترة، وهي تسير على نهج معين مخطط من حزب الله ومن إيران بشكل دقيق جدا. اغتالوا كل من وقف معهم، وكل من دعا للسلام، وكل من حاول ان يبني على 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 الموجود. نعم دكتور معمر، اعود اليك. ذكر ربما ضيفي نقطه مهمه وتحدث على ان الواقع يتحدث عن الضعف وانهيار متواصل لهذه الميليشيا، ربما يعني صعده اليوم غير ما قبل 2 ديسمبر، ايضا المحافظات الحديده غير يعني اليوم بواقع غير ما قبل 2 ديسمبر، ايضا هنالك لجأت الى التجنيد الاجباري للاطفال واختطافهم حتى من المدارس، وكل هذا يشار او يبرهن على ان الميليشيا تعيش في اوهن قوتها التي كانت عليه الى ما قبل انتفاضة 2 ديسمبر. تعليقك عبد العزيز. بالنسبه للقوة او ضعف الميليشيا الحوثية، قوتها من تفككنا وضعفها من توحدنا. نعم تفضل. حالاتها بالذات بعد فتح جبهة الساحل الغربي في الحديدة وتحرك جبهة صعدة، وهذه كانت أخطر جبهات عليها، لأن صعدة تمثل لها يعني المجر الرئيسي لها، المنبع الرئيسي لهذه الحركة. أيضا الساحل الغربي يمثل لها المصدر الرئيسي الممول لحركاتها ونشاطها من الناحية المالية. نعم. لهذا نحن نقول إذا اتفقنا جميعا سوف تنتهي هذه الحركة. أما إذا ظلنا موحدين فسوف يتقوى وسوف يتمكن أكثر وأكثر. ولا ننسى جميعا أن هناك موجود كهنوتي، موجود في كل الأحزاب، وموجود في الشرعية. ولا أخفيك وأنا متأكد من المعلومة اللي سوف أقولها لك، أن هناك لوبي داخل مارد للأسف، وهناك أبطال من المقاومة ومن الجيش في مارد وغيرها الآن في السجون، بالضبط الآن في السجون، لأنهم ضد حادث كهنوتية، وبالذات من يتكلمون باسم الأديان ضد الكهنوتيين. هذا حقيقة يجب أن نفهمها. نعم. ويجب أن نتنبه لها، كما كنا نحدث المؤتمر الشعبي من زمان أن لدينا كهنوتيين، وكان الكثير لا يسمع لنا، وللأسف دفعنا الثمن الآن. نريد أن لا يتكرر هذا الأخطأ. ليس نعم. عيبا أن تذكر خطأك، لكن العيب أن تستمر فيه. يجب أن نعالج أخطاءنا حتى نكون فعلا على مستوى المسؤولية وعلى مستوى المستقبل أولادنا وأجيالنا ووطننا. لا يريد أن نظل مشتتين. لا تنسوا أن نحن الآن ملايين المشتتين خارج الوطن، ملايين المسكينين داخل اليمن. إلى متى نحن ليس دعاة حرب؟ نعم. ونقولها ونصعها ونعلنها. نحن نمد أيدينا للسلام مع الحوثي، مع أي حد في تحت الجمهورية اليمنية والديمقراطية وعبر الصندوق. نعم. من هو متوافق معنا على هذا، يكون يهودي أو نصراني أو مسلم أو حوثي أو غير حوثي، لا يهمنا. أنا يهمني اسم الجمهورية اليمنية واستقرار الجمهورية اليمنية. لا يهمني ما يكون دينك، لا يهمني ما يكون مذهبك، بقدر ما يهمني أن تكون هناك دولة مدنية حديثة تحمي الجميع وتحفظ الجميع ومسؤولية الجميع. نعم. طيب دكتور معمر، هل لديك أنت حتى باقة أمل أو أدنى أمل بأن هذه الميليشيا ستدعو للسلام وتعود إلى الحوار وتترك السلاح والعنقهية وتصنع لها مشروع سياسي كسائر الأحزاب الأخرى، وبالتالي سيكون الصندوق هو الميزان الحقيقي لإيصال إلى الكرسي الحكم، بعيدا عن تقمص بعباءة الدين والولاية وآل البيت ومشروع ما قبل 1400 سنة؟ في هذا الحال لا يمكن أن تعود للسلام بهذه الطريقة، إلا إذا وضعنا أيدينا في يد بعض وكنا يد واحدة. سوف يرجعون للسلام ليس برضاهم بل غصبا عنهم، وهو الأمر المسموح لهم في هذا الوقت، لأن البديل حيكون يعني سيء بالنسبة لهم ولأنصارهم. وهنا إذا كنا يد واحدة وكنا يد واحدة، هنا سوف نعطي فرصة لمن هو متعاون معهم. نعم. أن ينسحب من تحت بساطهم. نعم. طيب أعود لك أستاذ محمد، هل ترى يعني كيف تقيم أيضا الجانب الدولي؟ مع الأسف كلما يعني أوشكت هذه الميليشيا على الانهيار، موازئ في مختلف الجبهات، تتدخل أحيانا أمريكا وأحيانا الأمم المتحدة، وآخرها تدخل البريطاني ودعوته إلى وقف الزحف على تطهير محافظة الحديدة والجانب الإنساني، وهذه القصة يعني نفس الأسطوانة التي تحاول كل دولة أن تقدمها في حال انكسار الميليشيا في مختلف الجبهات. أولا نضيف أن الحوثي لا يمكن أن يخضع للسلام على الإطلاق مهما حدث. الحوثي يحرك إقليميا، وأعطيت له أكثر من فرصة قبل الانقلاب وبعد الانقلاب. الحوثي جماعة هشة، صحيح أنها استولت على السلاح لكنها جماعة هشة، ليس لديها أي قيادات حصيفة. الحوثي كان يتسلق على ظهور المؤتمر الشعبي العام من قبل كشخصيات، مسك السلاح في لحظة معينة وسيطر على المعسكرات.
وفرض قوته على قوة همجية، ونعرف بالاسم من هو الذي يقود، عبد الكريم الحوثي، أبو علي الحاكم وغيره. بالنسبة للمجتمع الدولي، المجتمع الدولي يتحرك بطريقة غامضة. بالأمس مجلس الأمن يجتمع فجأة، لا ندري ما سبب التوقيت وما الفائدة، لكن كان هناك منصور العتيبي مندوب الكويت كان صريحا جدا وأوضح لهم بأن الحوثي هو المعرقل الأول، وأن الحوثي لا يريد سلام، وهو من عرقل كل الاتفاقيات وكل سبل السلام. نعم، طيب رسالة أخيرة توجهها أستاذ محمد، ما هو الحل؟ ماذا إذا لو استمر هذا الصراع القائم؟ إلى أين سيتجه الشعب اليمني؟ والموقف المتدني والفاضح للقوى السياسية مع الأسف الذي لا يزال غائب عن المشهد اليمني. الموقف فعلا غائب تماما عن المشهد اليمني والمشهد الإنساني بالذات. الآن كانوا الناس يقولوا زمان لا يوجد أحد يموت من الجوع، اليوم تموت أسر داخل البيوت من الجوع. اليوم الحالة الإنسانية حالة متردية جدا، والشرعية تتفرج، والإقليم يتفرج، والعالم كله يتفرج. المرحلة الإنسانية حرجة جدا للشعب اليمني، لكن مع ذلك أنا أراهن وسأظل أراهن على الشعب اليمني، هو الذي سيخرج وهو الذي سينتفض في كل مكان، في أب وفي تعز وفي الحديدة وفي صنعاء بالذات. وفي صنعاء بالذات سينتفض الشعب وسيقول كلمته الأخيرة، لأن الحوثي يفقد كل يوم، يفقد كل يوم مهجه. الحوثي يعمل احتفالات على حساب الشعب ومن ميزانية الشعب الموجودة، الإيرادات كلها مصادرة، ومع ذلك ينهب التجار كل يوم وأصحاب المحلات والإيرادات. اليوم عامل أزمة في النفط على أي أساس؟ لا أدري. وقف كل القاطرات في الطرقات من أجل ماذا؟ ويفتعل ويقوم بفتح السوق السوداء. نعم. أعتقد أنه يسقط كل يوم، وأنا أراهن على الشعب اليمني ولا أراهن على أحد من غيره. هل تعتقد أنه سينجح البعوث الأمم الجديد في جمع ولو حتى صوري لجميع الفرقاء على طاولة واحدة؟ لا لن ينجح المبعوث الأممي على الإطلاق، ستظل ربما يلتقوا على طاولة معينة، لكنها لن تؤدي إلى حل جذري على الإطلاق. أشكرك الصحفي والإعلامي محمد الشجاع، كنت معي عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا للدكتور معمر البداية المحلل السياسي، ربما فقدنا الاتصال به، والشكر موصول لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.